سبحانه ذو الخالق وأولى الهدي سيد نور بامفاتق الأوي الله جل سأنه وتعالى سبحانه ذو الخالق وأولى له سناء والبقاء ذاتي والكبرياء من جمع الصفات حي ولا يموت لا يؤوت سبحانه من خالق وأوت الهدي سيد نور بامفاتق الأوي أهوته محمد والغالي صلى عليه الله ذي الليان جبروت عين الهدرة الكمال كل ليت المعاني والمعاني شرن بناجي قد صار أهل العلم كالأنصاري إذ لئبت بدينهم نصارى شرن بناجي قد صار أهل العلم كالأنصاري إذ لئبت بدينهم نصارى ظهر الفساد في الجرار ولا دم الأواج في البحار جرنا بناجي لما به كهول واللباس ذو النار والكسكات واللباس ولا ترى من قائل إلا كما ولا يرى جواب سائل إلا كما جرنا بناجي ذكر الإنجليج والأمريكا ساء من الأقدار والملوك ذكرهم قلناجي والمدايا هو المراتب الأولى والغاية شرن بناجي ومن له المليون أو المليار فهو أصهر في النادي أو الديار إبي دودي إبي كما ولا زمي إسي لباس فاتوا شرن بناجي ولا قبول واحد إلا بوي ونون جواب مانئ إن بوي أول من علمني الحروف أبي وشيخي إنه لذو وفا جرنا بنا جسل أول من علمني الحروف أبي وشيخي إنه لذو وفا وأعرف الهجاء مع الأشكال فهمتها في الأسر الليالي ثم تشمرت إلى التعلم عند أبي المذكور ذاك الفاهم حتى انتهيت سورة الكهف المدين وجاء شيخي سيدي سر مدين جعلني أبي على يديه مفوضا أموري لديه صحبت معه مدة من السنين ثلاثة لا غيرها على اليقين شرن بناجي سلفصرت حافظا كتاب الله في دار سيدي ولي الله خديم خير الخلق أحمد بمبا من يتجافى عن فراش جنبا وبعد ذا رجعني لا أبي مبصرا له بحسن العدب وبعد أن تخابر الدالي بحسن حالي ونيل العمل نعم المؤدب الأديب الغالي أحمد أكرم به من ساري شرن بناجي سل نعم المؤدب الأديب القاري أحمد أكرم به من ساري علامة العام الذي حفظت سهر الصيام أما أرز قلت علامة الأم الذي حفظت سهر الصيام أما أرز قلت ثم وتدعت الدرس للتجويد عند أبي المدرس المجيد وبعد انتهاء درسي أسارني إلى شيخ السيوخ شيرن بلز العلا يوافق قدوم إير الإبل من بون جائل سيد العجل عبد السلام صاحب الديوان رئيس كل مالك سوداني وعند ذاك عبد السلام صاحب الديوان رئيس كل مالك سوداني
وَزَاكَ آمُنْ إِنْدَنَا غَدَ يُدَرَا خِلَافَةَ سَيِّدِ يَحَيَا إِبَرَا مَكَزْتُ إِنْدَ الشَّيْخِ حَوْلًا كَامِلًا وَفُزْتُ بِالْمَدَلُوبِ فِي مَا نُقِلَا مَكَزْتُ إِنْدَ الشَّيْخِ حَوْلًا كَامِلًا وَفُزْتُ بِالْمَدْلُوبِ فِي مَا نُقِلَا مَكَزْتُ إِنْدَ الشَّيْخِ حَوْلًا كَامِلًا وفزت بالمدلوب فيما نقلا وبعد ذا عزمت أن أصرف إن أنا نيتي إلى خير الصفا فقه وتصريف بديء وبيان علم المعاني مندق مع اللسان شرعت في قراءة الرسالة إن فقه عابد زد أما أعني بذاك أحمد المختاري يدعى بشيخ عالم الأسرار